أهلا بيكو. قراءة النهاردة هي رسالة ليك من العقل الباطن للشخص اللي في بالك. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من أي وقت بتسمع في القراءة. من عقله الباطن هيبقى عاوز يقولك إيه. حروف اسمه هتكون قدامك على الشاشة. وانت تعبت على فكرة من العلاقة دي وتعبت من الشخص ده، وفي الوقت الحالي اصلا ممكن تكون شغال على ان انت تبقى لوحدك او مع نفسك تمام، او ما تفكرش في الشخص ده تاني، او تنسى العلاقة دي او تشيله من الطاقة بتاعتك. يعني تقريبا وصلت لمرحلة كده طفح الكيل، انا عاوز انسى وعايز اموف اون واطلع من العلاقة دي خالص. لان انتوا هنا اكتركوا شغالين على التشافي الذاتي، انت شغال على شفائك، شغال على روحانيتك، ممكن بتتعلم اكتر عن ازاي تبقى مثلا مبسوط لوحدك، او ازاي تقطع احبال الاثيريه بينك وبين الشخص ده. لكن لكتير منكم هو انت متعلقين ببعض، والطاقه اللي هنا هي رابطه تواصل روحي لكن ايضا تواصل جسدي. فممكن تكونوا حطيتوا نية على زوج او على حد كان في بينكم وبين بعض قرب عالي قوي او حميمية في العلاقة. لو انت في الطاقة دي شغال على شفائك الذاتي او شغال على نفسك، فخد بالك من الكلمات اللي انت بتقولها لنفسك لانها تفرق معاك. يعني مثلا لو انت بتحاول تتشافى ولكن بتقول لنفسك كلام سلبي، او انا مش قادر، او انا كل ما بحاول برجع تاني اكلمه او برجع تاني احن له او كده، حاولوا تكلموا نفسكم بطريقة ايجابية لان ده هينعكس عليكم. العلاقة والتواصل بينك وبين الشخص ده هي لسه معلقة شوية، يعني ولا انتوا مع بعض ولا انتوا مش مع بعض، في حاجة في النص كده مايعة ما بينك وما بينه. وبرغم ان انتوا ممكن فعلا تكونوا بتاخدوا خطوات للتشافي، لكن انت محتاج انك تقعد شوية مع نفسك وتكون حقيقي مع ذاتك في العلاقة دي. يعني لو انت بتتشافى، هل انت بتتشافى اوكي عندك رغبة انك تكون مع الشخص ده، ولا انت خلاص يعني مش عاوز العلاقة دي ومش عاوز الشخص ده؟ لان ضروري تقعد مع نفسك شوية، لان انتوا الناس اللي وصل لكم الفيديو الطاقة بتاعتكم على الاغلب لازال هناك صراع موجود بداخل عقلك انت الباطن. انت كمان هو الشخص ده من عقله الباطن ممكن عنده احلام كتيرة معاك، عنده احلام كتيرة ومتنوعة ومختلفة معاك، لكن في حاجة على مستوى اللاوعي بتخليه تجاهك انت بالذات ياخد جنب، او تجاهك انت بالذات يعيش بدور الضحية، او لا يبذل جهد كافي ان العلاقة بينك وبينه مثلا تكون حقيقية او تكون مترسمة بشكل كويس. فانتوا هنا بتتعاملوا مع شخص بيحبكوا، حاسس فيه فرص موجودة في العلاقة لكنه معقد، اوكي. وممكن كمان يكون مش من الاشخاص اللي بسهولة مثلا بيؤمن بالحب او بيؤمن بالعلاقات وكده. ممكن يكون يؤمن بان الحب مثلا انجذاب فقط جسدي او كده، لكن حب حقيقي قد يكون الحاجة دي مش في الفكر او في الوعي عنده، اوكي. الشخص ده احيانا بيستغرب، انتوا ممكن تكونوا بتحسوا ببعض في نفس الوقت او بينكم تخاطر قوي قوي، هو احيانا بيستغرب للرابطة الروحية اللي موجودة ما بينكم انتوا الاتنين، لان على الاكتر اتناقشتوا في الموضوع الخاص بالتواصل الروحي ده مرة تانية. كمان الشخص ده على مستوى لاوعي روحه او هو حاسس انه متعلق بيك ومش عاوز يترك التعليقة دي، او مش عاوز انه يقطع الاتصال معاك او يقطع الاحلام. مثلا لو بيحلم بيك كأنه مبسوط بالاحلام دي، مش عاوز يوقفها او مش عاوز يقلل منها. جزء منه سعيد باللخبطة اللي موجودة في العلاقة او بالتواصل الروحي القوي قوي اللي موجود ما بينك وما بين الشخص ده. هنا ممكن تكون حد فيكو اعماركو مثلا انت 22 والشخص التاني 45 او العكس، ان يبدو بان الحد فيكو فيه تفاوت في العمر. وبرضو الطاقات الرقمية دي حسيتها اكتر طاقة اعمار خاصة بيكو، 36 و 38، او بالطرف الاخر 22 8 45. طاقات الرقمية دي ممكن حد فيكو يكون مواليد 22 اوغست او حاجة. شكرا ليكو، اشوفكو على خير بفيديو جديد. باي.